أحلى شوط على حياتي عشان تكون قوية. أوكي يا مرتك تكون قوية وهن بكتير بحبوك. أوكي خلاص ما بقى تبكي بقى خلاص ما بدي أشوفك تبكي خلاص. أنا وياك بومي أنا وياك اليوم كثير رح نبكي كثير ما مش رح أبكي بس خلص جينا وعدت إنه رح نبكي بقى. شو بكي؟ مين؟ أنت بكي شيء؟ ليش مخبي وجهك؟ مين؟ مين في إيه؟ صارت لي ماشي تذكرت شغلة حاجة برا؟ مين؟ والله تذكرت بي والله تذكرت شغله عم بي كنا عم نعمل اكزرسيس انا وحنان فرطنا شو بك انت؟ فيش حاجه والله اكيد هو مش عايز يشوفك كده ابدا بدنا ان شاء الله اشتقت له كثير اشتقت له كثير حابه اشوف ما بتسال علي في ضغط انا جد ضغط فظيع الحمد لله مش معقول بتذكر رفايل وجهك قاشط حتى بيقول لك وجهك قاشط أنا مش جاشت عم بيقول لك أنا عم بتذكر عم بيمزح فعلا عن جد مش جاشت بس أنا الأول مش قادرة أنا قعدت كنت واقفة على أمي فوت الدم ونمت والله نمت على نفسي بس لا بس أبكي أنا رح أحط إيد ورا ما حدا يشوف لأنه أنت نومينات أقدر أغني أي غنية في غنية بس هيدا الشيء اللي بدي إذا أنا كنت نومينات غني أغني علي بروح أتدرب علي سلا ما في اسمع هالغنيه انا مانك نوميني هلا شوفي انا نوميني انا الغنيه تاني كانت بتوع ماينس 1 تبع يا غالي علي عن جد؟ هذيك ما جابوا لك الماينس 1 تبعها؟ لا ما بخص هو لا اوريدي كان موجود كان عندنا الماينس 1 بخص يمكن يكون عندك غنيتين بالبرايم شو؟ لا مين فوق؟ أنا تعبت عن جد تعبت خلص شنطة ما تضغطيش نفسك يا شنطة ما تضغطيش أعصابك وتقعدي تفكري في كل حاجة سلبية مش أمي قالت لك ما تبكي أو هي قالت لك ما تبكي خلص ما تبكي ما تضغطي على حالك أكثر من ما إحنا مضغوطين ما تضغطيش تفكري في كل حاجة حواليك فكري في يعني في اللي تحت رجلك دلوقتي إن عندك أغنيتين لازم تغنيهم حلو أيا كان فاصبر كلهم ما تفكريش بقى انا هعمل ايه وهعمل ايه وجاي عامل ازاي ما تفكريش كل الكلام ده امي شوفي قلبي يا امي حفظتها كان بالاخر ما انا حفظتها هلا حفظتها وقلبي سعيد حفظتها انا حفظتها ليه ما بتفكري بطريقه انه انت عندك انه انت مش نومينه والله انت مش نومينه صدقيني بتشعر انه انا نومينه انت رح تغني لحالك سولو بس مش نومينه ايه معك انا بحس انا نومينه واثنين شباب اثنين يعني شابين أنا نومينا طب ما هو الأغاني خلصت يعني الأغاني خلصت علينا وفي واحدة في كل واحد واخد أكتر من اثنين وخمس شباب واخدين وطني يا وطني إيه ساعة نوميناسيون خمسة أربعة ساعة. أربعة إحنا ما عندناش حاجة دلوقتي؟ لا عندنا رقص أنا جديدة أرقص رقصك على الساعة كام؟ عن جد ما أنا جديدة أرقص ثلاثة ولا اثنين؟ ما أنا جديدة أبدا أرقص يا شاطر الكلمة دي قلتها لدينا قبل كده اللي هيخرجك هنا من اللي انت حاساه نفسك مش اي حد مش حد انا هيساعدك غير نفسك صح مظبوط بس شو قلتي لي شاطر يعني الواحد ما ينفعش يزعل اكتر من ربع ساعة لان بعد كده هو اللي بيأذي نفسه مش هتضيعي وقت ان انت تهزري ان انت تكسبي حد بيحبك فاهمة قصدي؟ والله انا مبسوطه ماني زعلانه بس كنا هون عطلانه هم ما تخلي حدا يحط شو ما كان كيف ما كان مش انت قلتي لي هون المهم انت كيف بتشوفي حالك مش المهم الثانيه مزبوط طيب
بس كل شيء هيدا طبيعي بكل شيء مش بس بالحكي لكن عم نحكي مزبوط. في واحد ممكن يقول كلمه من غير قصد يعني لا في ناس لا مش من غير قصد مش لا في ناس ممكن تقول الكلمه عشان انت بتكرهي الكلمه دي هم عارفين انك بتكرهيها ايه وهم عارفين انه هذا الشيء بنزل خلص يعني عارفين انه هي بهزك بده يهزك لا قالوا له انا ما بنهز بهيدي الطريقه بعرف حالي مين وبعرف يعني حالي يعني اكثر وحده الكل هنا بيستفزها ومع ذلك دائما بتاخذ الامور بتحتويها من جواها مش صح صح اكثر وحده اكثر وحده بفرنجات اكثر وحده بتستفز هون هي انا بكل شيء انا بتعرفي اللي زعلانه بتعرفي اللي زعلانه ليه انا احب نسيم بليز نسيم نسيم بتعرفي شو بحس؟ مش حابين نقول شيء والله شوفي شو بدك؟ شيء والله بس ضغط وضعك وحش ضغط شو بك شنطة؟ شو بو الشنطة شو بو؟ بحس أنا أوقات إنه ما بدي بس أنا هلا زعلانة أنا ما بدي أطلع بكير من البرنامج حبيبي مش بكير بدي أطلع هلا جمعة ولا جمعة بدي ابقى للاخر بدي اشتغل على حالي بدي استفيد كرمال سبب واحد اول شيء سبان بالاحلى هو حلمي ثاني شيء لما اظهر من هون كون عندي مشيت على القليله نص الطريق لمشوار اللي انا حطته براسي لانه انا حاطه براسي انه انا بدي ريح بي اوكي بدي ريح بي خلص اوكي هلا لانه هو مش... هو عن جد هلا مش وصلت للنص من هو الطريق. اوكي سوري نحن كم واحد هلا بالضبط احنا 14 واحد لسه بدري شو يعني ماكسيموم دلي للعاشر وفاضل 5 او 6 او 7 انا حاطه كل شيء كل شيء انا حاطه هدف قدامي احنا اوريدي يعني بنص الطريق اوريدي رح نطلع واحد ورا الثاني نحن اوريدي بنص الطريق بس انا بعد بدي يعني انا بعد وانا كمان بحس انه بدي اتعلم كل شيء بدك اياه بيحصل حياتي اذا كان بدك يوسف صوته كان بيعقل اذا انت قررت وصممت بتوصل اكيد اذا حطيت شغله براسك بس انت تشتغلي انا هالجمعتين حق علي انا كنت كثير زعلانه وزعلت حالي خليت حالي كثير محبطه وبعدت عن الفكره اللي هي قدامي شفتي شغلت نفسي باشياء ما لها معنى يعني انت فعلا حسيتي بده ايه انا حسيت حالي انه هالجمعتين كثير بس الاساتذه عم بذاكر وكل شيء بس من جوا حطيت شيء بعيد شوي عن الهدف اللي انا جاي كرمال خلص انا عملت غلط اول خطوه انت بتبقي عارفه الغلط فين وتصلحيه اكيد خلص اديك عرفتيه ومسكتيه وبعديه بقى عندك تمام زي ما كنت جايه من اول ابداي تاني شي اليوم اللي كنت عم خبرك اياه برا ايه صار شي منه هلا شوي بجد اللي حكينا فيه النهارده ايه بيحاولي تبقي انت تدخلي في النص او طرف تاني بس بحكيك والله بدي دخيلك لانه العالم صرت تفهم عزوقه دخيلك ما انا لا خصني بحدا ولا بدي يكون خصني بحدا جاي لهون بس لادرس ولا اتعلم وبس عن جد بدي اتعلم عن جد بدي اتعلم بعد بدي اشوف اشياء بعد بدي حس انه انا بعد ناقصني كثير كلنا ناقصنا كثير يعني انا مثلا مفكر صوتي بدي يصير صوت الصدر وصوت الراس مثل بعضهم تقدر اتحكم بصوتي وغني على راحتي على المسرح واعلى قد ما بدي طبقات ما ضل تحت انا طبقه فيها يا سهيل اما اثنين سوبران كله جاي ما تقلقيش بهتم اذا حدا عازني وحيط على راسي وعيني بهتم فيه وكل شيء اذا حدا من اصحابي بوشي بقعد معه ما عندي مشكله والله وحيط الله يعني شو ما حدا يعوز مني على راسي بعمل له اياها مين ما كان الشخص كلكم بحسكم انا بطلت حس هون هايدي انه نحن ب ايه عم حس انه انا بالبيت عم حس انه انا اخواتي معي اذا تضايقت من هيدا بروح بعطيك كلمه اذا هيدا تضايقت منه بعطيك كلمه حس انه الاشخاص اللي حوالي عائلتي يعني بطلت حس انه انتم اصحابي عايشين مع بعض خلص يعني بتحسي انه بننام وبناكل وبنشرب وبنزعل وبنبكي وبنتصالح ده طبيعي والحلو بكره لما نحضر حالنا قديش رح نضحك اوف قديش رح نضحك
عن جد هذا رح نضحك على حالنا عن جد هذا رح نضحك على رفايل دبور ليه؟ على الخناقات اللي متعدده بيضحكوا خناقاتكم يضحكوا رح فين ما تحكي معي؟ ايه روح يا حنان وبعدين بتبلش شوفي حكيتوا عنا بالروبورتاج خناقه طبعا مين حكي عنا؟ خناقاتكم بتضحكوا ايه بتطلب السماح منا وبعدين بترجع تعصبني ومدري ايه رفايل صافي ماشي قالوا لي انسى تيني بناتشو لأمي من أبو ظبي ماما عطتني ما بتشيل عن تمها وبتعطي اجا الغداء؟ بالنسبة لي اجا الغداء؟ لحو لحو وإليه عندها أنا شايفتهم إليه شباب مثل اللونات؟ حلو عليك نيالة فيهم عن جد أنا بحسد حالي حنان أيس ليه يا رفايل أيس عم سخنك مبيني شوكتك بكي لها بسقعة يا غبي لبا جتك يا جفت جا؟ طول لكل يلي بيحبوني بليز جيبوا ساعة